اهلا بكم متابعين الكرام، متابعين قناه منوعات ابو محمد في حياه اهل الريف. النهارده بصراحه مع الحاج مصطفى الحر والاستاذ محمود خالد، جالنا الحاج احمد الحر برضو مشرفنا هنا دلوقتي على القناه. نور يا حاج احمد. بيحضروا الترومبه. بيقولوا الارض لو عطشانه. الترومبه تحضروها الاول. تاخد وقت دي يا مصطفى؟ كانوا شادين عندك بقى من اليمات. علاء اللي كان سادس تلاقيه. لا الفنان بقى الفنان. صلى على النبي. المكنة طلع الماء طلع. طب صلى على الرسول. دور حق مصطفى. صلى على النبي. صلى على النبي. دور. الله اكبر. الله يسلمك من الايادي. المية طالعة لي كده من الطين اللي هو على ال المكنة فين المكنة؟ ما نسيت المكنة.